كل يوم انطلاقا من اليوم احنا نحبوا نحكيوا على التجاره اون لين الكوميرس اون لاين مع شركه فيرست ديليفري. كل يوم نحبوا نقدموا لكم بعض المعلومات وكيفاش تصير هذه التجاره اون لين. توت فيش نشوفوا مع بعضنا شنو تقدم لنا شركه فيرست ديليفري. شكون فينا ما يعرفش كلمة إي كوميرس؟ أما زعما قديش من واحد يعرف التجارة الإلكترونية كيفاش ووقتاش بدات بالضبط؟ اليوم فرصة باش نتعرفوا على الاستواغ دو الإي كوميرس وعلى أول ترانزاكسيون ديجيتال وين وكيفاش صارت. من أول الستينات بدات الشركات تتبادل المعلومات والبيانات باش يكملوا العمليات التجارية الخاصة بها، لكن أعوام تعدات باش وصل المخترع الإنجليزي مايكل إلدريش في عام 1979 أول ترانزاكسيون إلكترونيك آمنة، وقتها قام بربط التلفاز وحاسوب باستعمال خط الهاتف باش ينجم يخلي لي فوندور ولي زاشتور يتعاملوا وينقلوا بياناتهم بطريقه امنه. بعدها في عام 1982 تم اطلاق اول شركه للبيع والشراء على الانترنت واسمها بوستن كمبيوتر اكستشينج، واللي عملت موقع يخلي المستخدمين يبيعوا ويشيوا لي زورديناتور بينات بعضهم. من هوني بدات فكره البيع والشراء على الانترنت، التجاره الالكترونيه لي كوميرس. ومن بعدها ظهر اول سيت اوفيسيال دو فونت اون لين، موقع للتجاره الالكترونيه رسمي في عام 1994 من قبل شركة نت ماركت الأمريكية، وبدأت من الأول تبيع في الأقراص الموسيقية لفرقة سنيك. اليوم الإي كوميرس شمل تولي سيكتور ولا من أسرع وأسهل الطرق للتسوق، وخلى الناس تنجم تشري وتبيع من أي بلاصة في أي وقت بكل سهولة. زاد في وقتنا هذا نجم نلقاو أنواع لي برودوي الكل موجودين على الإنترنت، من كتب المجلات والمواد التعليمية وغيرها من الحوايج، وحتى الإلكتروميناجي ولي برودوي إلكترونيك اللي نستحقوهم في حياتنا اليومية. كانت هذه إي كوميرس مع فيرست ديليفري. We'll be right back.